الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات بتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح في الانتهاء اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها قصيرة الحرب؟ لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لما استعملناش كل وسائل بتاعنا، ما خسرناش الحرب لما استعملناش كل الأسلحة. المعركة هي معركتنا كلنا، ما هيش معركة فلسطينيين وحدنا. احنا حقيقة بعاد من الناحية الجغرافية، لكن عندنا دور، لكن عندنا دور ليقوموا به. القرار جسد في يومه وكان واجبا قبل أن يكون اختيار. الوحدات جمعت والمبدأ كان الشهادة أو الانتصار. كل حال المراك ماشيين راكم حاملين معاكم كل المجد انتع الأجيال السابقة، المجد انتع المجاهدين انتع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد انتع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع مليون ونص نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا المليون ونص نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم، يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. هو كان بينه وبين بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف انه ارسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب الى القاهرة، ومن القاهرة ذهب الى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب الى ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب الى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الان وفورا تحركون دبابات الى مصر والى سوريا واسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني ابدو له بعض انه هذا سياتي على يعني اعطينا فرصه. قالوا اذا كانت هذه الفرصه المال فالجزائر ستتحمل المال، ودفع في ذلك الحين شيك ب 200 مليون دولار دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي، وكان زمانها 200 مليون دولار يعني 200 مليون يعني كانك في ذلك الوقت كانك في ذلك الحين تدفع 2000 مليون دولار، يعني 200 مليون دولار في ذلك في 67 اكننا الان ندفع 2000 مليون دولار دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في ارسال الاسلحه الى مصر والى سوريا. هذه لا يمكن ان ننساها احد.